النهائي فاز باللقب بعد 9 أسابيع من المنافسة، عاد لقب النسخة الثانية من برنامجكم على القناة الثانية ستارلايت، عاد اللقب لابن الرباط محمد مديح، أقنع الجمهور ولجنة التحكيم، تفوق على أحلام بالعيساوي أنس السعودي، محمد كيلي وحمزة ميمة. وقد قدم محمد مديح الذي فاز باللقب، قدم في البرايم النهائي أغنية بابور لوح وصينية ناس الغيوان. ويا بابور اللوح تركلي جمرة فوق الروح، يا بابور اللوح تركلي جمرة فوق الروح، وقلبي مجروح تركلي غسالة البيت، وقلبي مجروح تركلي غسالة البيت. ها يا بابور النار حرقني من كحلة الصبار، يا اللي ما شفتوني رحموا عليا، شفتوني رحموا عليا، وانا راني مشيت، وانا راني مشيت، والهول الثاني والديا وحبابي مع صحابي، حلو ديوان ما بخلتو بالعاني. والفائز بلقب ستارلايت 2023 هو ولا هي محمد مديح. مديح هو الفائز بلقب ستارلايت 2023 بتصويت لجنة التحكيم وكذلك الجمهور اللي حاضر. مبروك عليك مديح وهنيئا لك الفوز باللقب، والأصدقاء ديالو كيهنيو وتبارك الله عليهم بالروح الرياضية. والفائز باللقب محمد مديح معنا في بلاتو الظهيرة في ركن الظهيرة، مبروك عليك اللقب. الله يبارك فيك، الله يحفظك. كنشوفوا انا وياك الصور، قلتي لي هذه اللقطة ما يمكنش، شنو اللي ما يمكنش فيها؟ صراحة ما كنتش متوقع بزاف نربح، كان عندي تخوف، ولكن فاش سمعت سميتي زعما شي حاجة اللي انكرويابل، شي حاجة كانت لحظة صعيبة، صعيبة بزاف. صعيبة. كنت كتوقع الفوز؟ كنت كنتوقع الفوز، كنت كنقول نستاهل، كنت طموح باش نربح، باش تعطيني فرصة في بلادي، ولكن فاش شفت بصح داك الشيء وقع راه ما قدرتش نتيق صراحة. قدمتي في البرايم النهائي أغنية بابور اللوح والصينية لناس الغيوان، الصينية نقدر نقولوا أنا غوفيزيتي هذه الأغنية، تطرق باب ناس الغيوان، ما كانش مغامرة منك في النهائي؟ أكيد أكيد، أنا كان تحدي كبير بالنسبة لي باش نغني ناس الغيوان الصينية، حيث هما الكلمات ديالهم ماشي سهلين باش تقولهم، طريقة الغناء، داك الإحساس باش تغني به خصك فريمون زعما بصح بصح تغني من قلبك، وداك الشيء اللي حاولت ندير والحمد لله ربي وفقني. قلتي نغني من قلبي، نجتهد، نقدر نقول أنه هذا الثنائي هو اللي خلاك أنك تقنع لجنة التحكيم وحتى الجمهور معا. طبيعة الحال أنا أصلا درتها، تعمدت ندير هذه القضية، درتها كمفاجأة زوينة باش نقدر نقول للناس المغاربه انني ديالكم، جاي من عندكم، ونقدر نغني اغاني مغربيه من احسن الاغاني ناس الغيوان الصينيه. من الغربي مشيتي لباب اللوح والصينيه، بابور اللوح، من هاد الاختيار واش كان بتوجيهات لجنه التحكيم ام هو اختيار شخصي؟ صراحه كانوا توجيهات ديال الكوتش ديالي ضياء، عاونتني بزاف باش نختار الاغاني ديالي، وحتى لي كوتش الاخرين حتى هما كانوا نوجه لهم التحيه، واخا ما كانوش زعما متخصصين معايا انا، ولكن واخا هكاك كانوا ما كيسخاوش زعما كيجودوا عليا بالنصائح وكل شيء. مي كوتش ضياء كانت نصحتني باش نغني بالعربيه وباش نعطي مجهود في العربيه ونحاول نبين اكثر داكشي في العربيه زعما. اول تجربه ديالك كانت ستارلايت، اول مره كتوقف قدام الجمهور، ماشي اول مره، جمهور محترف، لجنه ماشي سهله، شكون اللي كان قريب لك فنيا في المدرسه ديالك في لجنه التحكيم؟ ما نتكلمش على امينكس كان انه قريب ليك، هذه مساله، شكون اللي كان فنيا قريب ليك وتقول انه كان كيدعمك بواحد الشكل خلاك انك تكون مفاجأة النهائي؟ صراحة كلهم صراحة داكشي اللي كانوا كيقولوا واعر بزاف، كلهم صراحة كانوا كيبينوا على أنهم
واثقين فيا وكيعجبهم داكشي اللي كندير. مي صراحه اللي تعلقت ليهم بزاف هما اسماء منور والاستاذ نعمان الحلو. بعد اللقب بستارلايت محمد مديح شنو كيفكريتي؟ صراحه بعد لقب كنبغي انا غادي نبدا غادي غادي نحاول كما يقولوا نستغل هذه الفرصه اللي تعطاتني ونحاول نبين للناس المغاربه اللي كاينين في المغرب وخارج المغرب، نقول لهم باللي محمد مديح بصح يستاهل وغادي يمتعكم، جاي ان شاء الله اعمال زوينه وان شاء الله غيكون الخير. ربما وانت في المستقبل غتوضع الخطوه ديالك الاولى من بعد برنامج ستارلايت على القناه الثانيه، واش غتبقى وفي لهذا الستيل؟ لانه طريقه خاصه باش كن الستيل ديالك انت كما برزت في البرنامج، غتبقى وفي لانه كيقول لك الا خرجتي من هذا القالب ممكن تضيع لمسه محمد مديح. انا صراحه ما نكذبش عليك، البرنامج ديال ستارلايت والناس الجمهور اللي كيشجعني خصوصا المغاربه تقوا فيا في هذا الستيل، عجبتهم في هذا الستيل، يعني غنحاول نكمل في هذا الستيل ونعطي حسن في هذا الستيل ونحاول نخلي واحد كما قال الدوزي واحد لو تام واحد البصمه ديالي اللي تبقى ان شاء الله. شكرا لك محمد مديح، مبروك عليك اللقب مره اخرى. شكرا. والتوفيق في القادم ان شاء الله. شكرا بزاف. شكرا. نمشيو للون اخر هو الملحون، فبعد شهر من ادراج اللجنه الحكوميه الدوليه فن